1.5% من مجموع سكان العالم إذن في حالة هجرة، تحويلات مالية تقدر ب 450 مليار دولار أي 9% من الناتج الخام العالمي. الموضوع في غاية الأهمية، يثور التساؤل في الشريعة الإسلامية عن موضوع الهجرة. في الشريعة الإسلامية نعلم أن الهجرة أمر لصيق لمبعث الأنبياء في كافة الأديان، وذلك بسبب رسالتين في نشر الخير والقيم والدين. وقد حكى لنا القرآن في مواطن كثيرة عن هجرة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام وقومه، والآيات كثيرة، وربما ذكرها هيؤدي إلى صعوبات في الترجمة. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الآيات كثيرة في هذا. النبي موسى أيضا ذكر القرآن الآيات الواردة في هجرة سيدنا موسى وقومه، وأيضا في أصحاب الكهف وله صورة مخصوصة في القرآن، وهجرتهم ولجوئهم إلى الكهف. النبي لوط وقومه أيضا، والآيات ذكر القرآن آيات في هذا. فتقريبا ما من نبي من الأنبياء إلا وقد هاجر. فالهجرة لسيقة بالدين ولسيقة بالرسالات السماوية. ونحن نعلم أيضا أن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ومن قبله أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وهناك خطبة بليغة لجعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة في مناسبة هذه الهجرة.